طب بتصحي النهارده تقولي هلبس كذا بناء على ايه؟ بناء انا رايحه فين اول حاجه، تاني حاجه ممكن مودي برضو، يعني لو انا مودي مش كويس قوي هتلاقيني لابسه اسود. اه فعلا انا شفت اسود كتير في الانستجرام اكاونت فيه ايه بس يا زينة. لا لا، بس يعني مش بس عشان مودي وحش، بس يعني اسود مريح عامه، يعني بحس ان انا مرتاحه وانا لابساه، لون سهل كده. فاهمكي. طب بس يعني غير اللون، الستايل نفسه، ايه اللي خليكي النهارده تقرري تلبسي هلبس بدله ولا البس كاجوال ولا البس جينز؟ على يعني في اختيارات كتير، ولا البس فستان، ولا يعني الواحد برضو بيبقى محتار يلبس ايه حسب الموسم برضو مثلا، ولا حسب برضو انا رايحه فين، يعني اهم حاجه انا رايحه فين وهقابل مين وايه المكان اللي انا رايحاه هلبس. بس بحس البدله دي بتتلبس في اي حته عامه، يعني بالليل الصبح مع العيال في المدرسه في الخروج، في البدله حاجه سهله قوي ايوه تتلبس. صح، فورمال مش فورمال، عشان احنا دلوقتي بقينا بنلبسها بطرق مختلفه. يعني زمان البدله بالظبط. كانت حاجه فورمال قوي، تلبسي تحتها حاجه لا مثلا دلوقتي بتلمع يعني حتى لو وساتان انا وكعب. مثلا هلبس حاجه، لا يعني برضو لو انا مش هلبس بدله وهلبس مثلا حاجه سيمبل قوي، هلبس اكسسوارز كتير، هحاول اخلي يبقى في شويه ستايل زياده في الاوتفيت انت بتاعي. بقى تنطقيه بقى من نفسك. بالظبط. حلو قوي. يعني ممكن البدله دي مثلا تتلبس على، مش لازم تتلبس على كعب، تتلبس على جزمة رياضة سنيكرز. مثلا مع تي شيرت من تحت، تبقى حاجة يعني تبقى حاجة كاجوال أكتر، بس في نفس الوقت أنت ممكن تروحي برضو حاطة شوية اكسسوارز فتغيري من شكلها ومن فكرتها تماما. حلو بالظبط. قوي. طب قولي لي بقى ازاي ممكن نعمل اعاده تدوير للحاجات اللي في دولابنا؟ يعني طبعا كتير قوي مننا بيبقى عندنا بيسز مش شرط ان هي تكون راحت بس عليها الموضه، دي حاجه، لكن حاجه تانية بتبقى حلوه وكلاسيكيه ولذيذه وممكن نلبسها تاني وتالت، لكن بنيجي نبص لها بعد 5 سنين مثلا ولا بعد ايا كان، نبقى مش عارفين نلبسها تاني ازاي. يعني هي تصلح لكن نبقى محتارين، انا خلاص حفظت ان دي بتتلبس مع البنطلون الابيض، حفظت ان ده بتلبس مع الفستان الفلاني، الجاكيته دي ازاي بقى اقدر اغير من تفكيري واعمل لها ستايلنج من اول الاكسسوارز وجديد. اكتر حاجه بتفرق في الاوتفيت، يعني لو حاجه قديمه وانتي مش عارفه تلبسيها ازاي، هتلبسي لها حزام، هتلبسي لها سكارف، هتلبسي لها جزمه كعب، جزمه سنيكرز، اي حاجه. بتالي هي الاكسسوارز بتفرق أيوة جامد قوي. الاكسسوارات. مثلا عندي جاكيت سودا عندي في الدولاب بقالها 20 سنه، كل مره بلبسها بشكل مختلف. فعلا، وناس ما تاخدش بالها ان هي نفس لا الجاكيت، لا، هي دي بقى بحط الشطاره. بروش، بحط حزام، البسها على فستان، سكيرت، بانتس، الحاجات دي بتفرق جامد. اكيد.